سؤال، المرأة الحامل هي. تقدر تحقن فيلرز؟ لا. شوفي هو يعتبر كاتيجوري سي، طبعا عندك المرأة الحامل تقدر تحقن، يعني عندك اشياء من ناحية الأدوية، عندك الاي بي سي وبعدين دي والاكس. الاي عادي تقدرين تحقنينه، البي يصير ينحقن اوكي، لكن يعني هذا السي يسبب مشاكل عند الحيوانات لكن ما يسبب ما في دراسات عند الانسان. الدي لا والاكس لا. الفيلر يعتبر سي كاتيجوري سي، يعني ما في ابحاث سووها على الانسان لكن يسبب مشاكل حق الحيوانات الحمل، فعشان كذي احنا نتفادى هالشيء هذا. اصلا المراه الحامل يعني عاده وجهها شويه تورم وكذا وهذا، فما تحتاج فيلر، فهذا فيلر رباني هذا اصلا، هذا اللي يقولوه من رب العالمين. صحيح 100%.